ديال الموالي الخوت غادي نمشيو لشارع جيج الملكي من الرون بوان ديال شارع جيج الملكي غادي نمشيو مباشرة للشونتي ديال شركة أريك. شركة أريك الخوت هي اللي تعطاها المارشي ديال إعادة تهيئة وتوسيع طريق السارع الحضاري من هاد المدارة. هادي هي مدارة شارع جيج الملكي حتى المرسى. غادي نشوفو البروجي فين وصل. هادو هما الاشغال، غادي يبداو من هنا اشغال تقوية وتوسيع طريق السريع الحضاري. وهذا بالنسبة لهنا على اليمن راه موجازين اللي كاين الخوت، ماشي موجازين هي اللي عندها المدخل الرابع دامين هنا حتى ان شاء الله اذا كان عندنا الوقت غادي نصورو لكم الاشغال. اذا من هنا كتبدا الاليكا الخوت، من هنا معنا الفيديو حتى الاخر باش نشوفوا فين وصلوا الاشغال. نرى طريق هنا انديفياسيون عن طريق هادي كدي وكتجيب، ومن هنا التجاوز غادي ما كنصورها لكم في انتظار انهم يصيبوا لو كوتي غوش تمام في باش مزيان هاد الاشغال. هادو هو ان ديك لاكوش اللي كانت ديال البودرون تحيد، لاكوش القديمه غتحيد وغدير كوش جديده بمعايير اللي هي مواصفات اللي قاده. هانتوما غتشوفو دابا هو هذا الورشه الخوت. نتمنى ان الفيديو الى عجبكم ديروا ليه لايك، ديروا لنا ان كومونتير، ان لي لايك ولي كومونتير كيلعبو دور في انتشار الفيديو. كما كتشوفوا معايا الاليات راه خدامين كيقادوا التربه. الله يعاون العمال ديال شركه اليك. هادو الخوات ديال الامطار، هادو البيضين هادو اللي كاينين هنا. المدارة هذه هي مدارة ديال المستشفى، المستشفى الجهوي للحزم الثاني. كل شيء مزروب، كل شيء كاين كلاكسون، كل شيء مزروب، كل شيء كاين كلاكسون. كتبان لي هني الطريق ضيقة وكاين كلاكسون. ورشة الخوت هو هذا. اللي طاط شي كضرب هنا اللي بريرو على اليسار الله يعاونو. هذا كاين الخدمة الواعرة هي اللي كاينة في هاد المنطقة اللي كاينة عندي دابا قدامين بالجبل.
هذه كاملة إن شاء الله هذه تكون عندها وعدة صبغة جديدة. أتمنى أن الفيديو يعجبكم، بارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء. شكرا لكم.